أخذ فخذ خروف وياك في لحم وفي دهون، حطه جنبك بالساونة وتطلع على الدهن، شوف الدهن يروح يموع لو لا. اهلا وسهلا بكم، اهلا وسهلا بالجميع، شلونكم احوالكم؟ ان شاء الله الكل زينين. اليوم موضوعنا في القناة هي بعض المفاهيم الخاطئة عن الرجيم وعن الدايت. الخطأ الاول هو خطأ انه العالم يعملون نفسهم جوعانين كثير، يجوعون نفسهم كثير، يعتقدون انه لما يجوعون نفسهم كثير وزنهم راح ينزل. هذا الشيء هو غلط، لانه هذا الشيء قد يسبب الى سوء التغذيه eating disorder او الى binge eating. binge eating معناته الافراط بالاكل بطريقه غير طبيعيه، لانه لما تجوع نفسك هرمون الجرالين راح يصعد كثير وراح تكون مثل جوعان كثير، بحيث اذا تفتح الثلاجه اي شيء بتشوفه بيصير عندك سوء التغذيه وراح تقوم تاكل في افراط binge eat. احنا ما نريد ننزل الوزن بسرعه، نريد ننزل الوزن ببطء، يعني steady nice and slow، ننزل الوزن ببطء. من المفترض على الاقل تاكل 3 وجبات او 4 وجبات باليوم، هذه الوجبات راح تكون صغيره and balanced، اوكي؟ خلال اليوم، لانه اذا تاكل عده وجبات خلال اليوم ما راح تصير كثير جوعان خلال اليوم، لانه الجوع قد يؤدي الى سوء التغذيه، قد يؤدي الى البنج ايتينج. ميك شور دائما في بالانس بالوجبه. الوجبة لازم يكون فيها نشويات، دهون وبروتينات، بس كثر من البروتينات، لأنه البروتين في high satiety level high thermic effect، معناته حالة إشباع عالية وجسمك يحتاج كثير سعرات حرارية حتى يستهلك البروتين. الخطأ الآخر أنه هو الناس العالم يقطعون الكاربس، يقطعون النشويات الكربوهيدرات. هذا الشيء غلط، لأنه إذا تقطع النشويات مو معناته وزنك راح ينزل، هذا المفهوم غلط. إذا أنت تأكل خبز، كنت تأكل خبز، كنت تأكل رز، تقطع النشويات ونزل وزنك، مو معناته نزل وزنك لأنه قطعت النشويات، نزل وزنك لأنه قمت تأكل سعرات حرارية أقل، فمعناته السعرات الحرارية اللي داخلة في جسمك كانت أقل من السعرات الحرارية اللي خارجة من جسمك. الخطأ الآخر هو ما في أي أكلة تضعف أو تسمن، ما في اي منتوج، اي برودكت، منحفات تضعف او تسمن، اوكي؟ ليش؟ لانه جسم الانسان هو يشتغل بطريقه وكانه هي ماشينز تحط فيها فيول. كل ما تحط فيول اكثر في جسمك من ما الفيول الخارج، كل ما وزنك يصعد. السعرات الحراريه الداخله كل ما تكون عاليه اعلى من السعرات الحراريه الخارجه، جسمك وزنك راح يصعد. وانا عملت فيديو شرحت كيف تنزل او تنقص وزن، شرحت كيف الشخص يحرق سعرات حراريه وكيف تحسب السعرات الحراريه، راح احط لكم اللينك هنا راح يطلع. فكل شخص راح يختلف من خلال الويت جين والويت لوس، زياده الوزن او نقصان الوزن، يختلف من ناحيه الطول، الوزن، الجندر، ميل او ذكر او انثى، الجينيتكس، نسبة الدهون الموجودة في الجسم، نسبة العضلات، الجهاز الهضمي. فما في أي نظام غذائي، يعني أنت تروح على واحد تشتري منه نظام غذائي، هاي غلطة ثانية همينة. ما في أي نظام غذائي يقول لك هذا النظام الغذائي راح ينحفك، روح انطي النظام الغذائي الأحمد، العلي، الفاطمة، هذا 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 النظام الغذائي راح يضعف. ما في نظام غذائي واحد يشتغل للجميع، لأن كل الأشخاص، كل شخص مختلف. إذا هذا الشيء كان صحيح كان ما في أي أحد ناصح في الدنيا، الكل كان يصير ضعيف and everybody will be fit. الخطأ الآخر هو أن تحط ليمون أو لايم في ماء ساخنة، أو تحط خل vinegar في ماء ساخنة وتشرب هذا على الريق الصبح، تتوقع انه هو راح يذوب الشحوم. الشحوم ما قاعده على معدتك تنتظر اذا خل او تنتظر حامض حتى تموع، اوكي؟ هذا الشيء ما يشتغل، اوكي؟ هذا الشيء كله كذب. او تدخل في ساونا حتى تعرق، تتعرق وتقول انا راح اروح ساونا ساعه اتعرق اذوب الشحوم. شحوم ما تذوب بهاي الطريقه، اوكي؟ لما تدخل ساونا راح تحرق سعرات حراريه، بس راح تكون سعرات حراريه قليله من مثلا اذا تتمشى، بس العرق مو معناته الشحوم تذوب. اعطيك مثال، اخذ فخذ خروف وياك في لحم وفي دهون، حطه جنبك بالساونا
وتطلع على الدهن، شوف الدهن يروح يموع لو لا، يذوب الدهن لو لا. راح تشوف انه الدهن ما راح يذوب، بس دير بالك تاكل الفخذ لانه ما اريدك تسمع. بس اذا تحط الفخذ على الجريل شوي تشويه راح يحترق الدهن، وهمنا الدهن موجود بعد. فشلون انت تتوقع انت تدخل في ساونا تتعرق ودهنك راح يذوب؟ يعني اذا هاي الشغله كانت صحيحه على الواي يعني لو هيك. الخطا الثاني الصوم. يتوقعون العالم اذا صام هو او اذا يقطع وجبه الفطور او اذا يقطع وجبه الغذاء راح ينزل وزن. اذا تقطع وجبه الفطور وكلت غذاء وعشاء وزنك مو شرط راح ينزل. سيم ثينج في العشاء، سيم ثينج اذا صمت 12 16 ساعه. كلها تعتمد على السعرات الحراريه اللي داخله في جسمك. ممكن انت صمت 16 ساعه وبعدين 8 ساعات اكلت فيها بس اكلت 3000 سعره، وزنك راح يزيد. اوكي، فتعتمد على السعرات الحراريه الداخله والسعرات الحراريه الخارجه. واكد لكم على هذا الفيديو لازم تتفرجوه حتى تتعلمون كيف جسم الانسان يشتغل. الاكل بعد الساعه 6، الاكل بالليل، كثير عالم يتوقعون اذا ياكلون ورا الساعه 6 او ياكلون قبل ما ينامون هذا الاكل اللي راح يدخل في جسمك راح يصير دهون فات. هذا الشيء غلط غلط غلط. اذا تاكل قبل اذا تاكل وانت نايم مو معناته راح تسمن. ارجع واعيد، تعتمد على السعرات الحراريه اللي داخله في جسمك وعلى السعرات الحراريه اللي خارجه عن جسمك. بس انصحكم ما تاكلون قبل ما تنامون بساعه او ساعتين. ليش؟ قبل ساعتين اكل مو على مود الوزن يزيد او ينقص، او نخاف على مود اذا وزنك يزيد او ينقص، حتى جهازك الهضمي وانت قاعد قبل ما تنام في يشتغل زين، وما يصير في عندك اي ترجيع في المريء او اي حوامض ترجع في المريء وراح تاثر على النوم، لانه النوم كثير كثير مهم في الويت لوس، في نقص الوزن. لازم تنام اتليست 7 الى 8 ساعات خلال اليوم حتى هرمونات الجسم تتعدل في جسمك وحتى هرمونات الجسم تشتغل في جسمك حتى تنزل وزنك. الخطا الاخير هو الملينات او المسهلات او الدايريتكس. مو معناته تاخذ ملينات وتروح حمام وتصعد على الميزان وزنك نازل معناته نزل وزنك، لا. ممكن انت فقدت سوائل وفقدت املاح مهمه جدا في جسمك، وممكن هاي راح تسبب لك مشاكل عظيمه او مشاكل بالمعده. كثير عالم ياخذون منحفات ويجربون هذا السائل وهذا السائل وهذا السائل، بعدين يصير في عندهم مثلا قرحه او مشكله في المعده. النصيحه اللي تشتغل الوحيده اللي تنزل وزنك فيها هي السعرات الحرارية اللي داخلة في جسمك versus السعرات الحرارية اللي خارجة عن جسمك. ميزان كم تفول جسمك وكم تحرق. اوكي، ما في اي طريقة. فنصيحتي لك انه غير حياتك، مو بس تعمل دايت شهر شهرين ثلاثة ست شهور، لا تسمي دايت، سمي change your lifestyle، غير حياتك نحو الحياة الصحية. اتعلم شلون جسمك يشتغل. كافي تفكر انه اذا تاكل بطيخ او اذا تاكل ايس كريم راح يصعد وزنك او راح ينزل وزنك. اوكي، ما في اكله تصعد وتنزل. غير حياتك، ابدي تعمل رياضه، كافي تجلس على القنفه او بالبيت، حرك جسمك، زيد حياتك اليوميه، نشاطاتك اليوميه، وزنك وحياتك راح تتغير 100%. أتمنى هذا الفيديو فاتكم. ابعثوا هذا الفيديو لأصدقائكم، عائلتكم، أي واحد يحب يتعلم على هذا الموضوع. في عندي كثير فيديوهات بالشانلز، check the videos، راح أعوفكم كم لينكس بالـ description. follow me، تابعوني، شاركوا على اليوتيوب، انستغرام، تيك توك، فيسبوك، اللينكس كلها الروابط موجودة في الـ description. وشكراً.